بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. ودايما قبل ما أبدأ كلامي في أي حاجة، يعني طبعا بكرة الخميس الموافق 6 أكتوبر، ذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، واحد من أعظم أيام في تاريخ وحياة الأمة المصرية والعربية. تحية لكل شهداء الوطن، تحية للدولة المصرية وجيشها، وتحية للدولة المصرية طبعا وجيشها ومؤسساتها في ذكرى النصر العظيم. الانتصار الأعظم في تاريخ مصر جاء بسواعد وعقول وقلوب وروح رجال القوات المسلحة حماة الوطن على مدار التاريخ والزمان، رجال مخلصين ضحوا بعمرهم وبأغلى الأشياء من أجل استقلال مصر ووحدتها وكرامتها وسلامة أراضيها، رجال لا تعرف معنى الخوف، رجال عاهدت الله عز وجل ونفوسهم بالموت على أراضي هذا الوطن الغالي العزيز من أجل رفع العلم المصري في جميع أنحاء وربوع مصر العظيمة. الحقيقة ذكرى حرب أكتوبر بالنسبة لي وبالنسبة لكل مصري أكيد هي الفخر الأعظم، الفخر الأعظم والأكبر لكل مصري بمختلف انتمائه وألوانه. بكرة زي ما حضراتكم عارفين يوافق 6 أكتوبر هذا التاريخ الأهم على مر العصور القديمة وكمان الأجيال القادمة. لازم جميع أطياف وفئات الشعب، رجال ونساء وشيوخ وشباب وأطفال، يعرف معنى التضحية والانتماء من خلال هذه الملحمة الوطنية اللي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية. الحقيقة كل سنة في نفس هذا الوقت دائما ما بنحتفل، وسيظل هذا الاحتفال موجود دائما في تاريخنا، هو احتفال عودة العزة والكرامة وعودة مصر أو كامل مصر لينا من خلال جيشنا اللي دايما بيقف في ظهرنا في كل شيء واللي بيبني مصر الحديثة دلوقتي. فلولا هذا الجيش كنا زماننا في مكان تاني وفي حتة تانية، فالأمور كانت هتبقى صعبة جدا 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 جدا. ربنا كان رحيم بينا الحقيقة بسبب هذا الجيش الرائع اللي دايما كلنا بنفتخر ان احنا مرينا بيه. انا نفسي مريت بهذا الجيل وانا والجيل بتاعي يعني مر بهذا بالجيش ووجودنا في الجيش وعملنا. هتقولوا لي انتوا كمان رحتوا جيش؟ ايوه رحنا جيش وتعلمنا وشفنا الجيش بيبقى ازاي والامور بتبقى ماشيه ازاي هناك ازاي. الامور الحقيقه دايما في جيش مصر بتبقى مختلفه لانه هو الجيش الاعظم بالنسبه لنا على الاقل في التاريخ. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة ودائما منتصرين، وكل 6 أكتوبر وانتوا دايما بخير.